المشكلة اللي هحكي لكم عليها النهاردة مشكلة صعبة ومشكلة أبكتني، وأنا هدعو الله سبحانه وتعالى إن أنا هتمسك نفسي وأنا يعني بحكيها. واسمعوا معايا. تقول تزوجت زواج كان زوج مناسب وزي الفل، وكل توافق عليه وأهلي موافقين عليه، وبعدين حصل بعد كده إن إحنا تزوجنا والامور مشيت ميسره، وانا كنت حباه جدا وحبيته اكتر بعد الزواج، وفضلت معاه وجابت منه اولاد وهكذا. تقول ابتديت افقد يعني الكلام معاه، ابتدى كلامه قليل، وهو اصلا كلامه من قبل كده قليل بس قل اكتر، ما بقاش يتكلم معايا، لما اجي اكلمه في موضوع ما يردش عليا، مشغول دايما يا بشغله يا بأهله يا بصحابه يا بالموبايل. بتقول يعني آخر 5 سنين كنت في جحيم حقيقي، عايشة لوحدي، بربي لوحدي، باكل لوحدي، بقدم له حتى الحاجة ما بيتكلمش، ما بيقولش، معرفش عنه حاجة. فبتقول يعني ان احنا اهلينا مربينا لأ، وموضوع الطلاق لأ، وصعب جدا موضوع الطلاق وكذا. لكن انا يعني فكرت فيه بسبب ان انا لوحدي، وما ده اتكلم يعني ما يهتمش للكلام اللي انا بقوله. فابتديت اشغل نفسي بحاجات تانية، انا مش هعمل حاجة حرام ولا كلام ده. وخيار ان هي تتطلق او ان هي تسيب البيت، بتقول مش مطروح في عيلتنا، واهلي ضد الكلام ده تماما. وفي ايه يعني، ما ده مكفيكي وعامل بيته وكذا. ايوه يا امي، بس انا مش حاسه معاه بحياه. ايوه بس انا مش حاسه معاه براحه، انا مش حاسه معاه. مفيش، ما بيسمعوش الكلام ده. لحد لما قررت ان هي يعني تدرس في موضوع التربيه بتاعت الاطفال، وخدت المراحل بتاعت التربيه، وقدمت بالفعل على دبلومه وماجستير والكلام ده، واتفتح لها ابواب كتيره جدا جدا. واليوم اللي خدت فيه الدكتوراه في التربيه، قررت ان هي تفيد بقيه الامهات بخبراتها والكلام ده، عمل تطوعي يعني، لحد ما ربنا سبحان الله فتح لها مجال في مدرسه انترناشونال. هي طبعا معاها لغه، فابتدت ان هي توظف الكلام اللي هي عرفته من اللغه العربيه هي، وربنا فتح بيها باب رزق كبير. وتقول حتى هم بيحاسبوني بالدولار، ما بيحاسبونيش بالعملة العادية يعني. بتقول وده شغلت نفسي، أولادي بقى في مرحلة استقرار تعليمي معين، وأنا شغلت نفسي بالأمر ده. بس أنا بتصل بيك يا دكتورة، واسمعوا معايا بقى، لأن من أول كلامها هنا كان بكاء شديد، بكاء يعني أنا مش عايزة أقول لكم الأمر يعني أثر فيها، مش عشان بكاء أنا بس مع بكاء الزوجات والبنات لكن هي اثر فيا، لان هي مش مصدقه نفسها. هو بتقول افقدها الثقه في نفسها لدرجه ان هي مش مصدقه ان كلامها محل ترحيب. ان بتقول لي يعني فوجئت ان انا بقول حاجه فالناس بتضحك على الكلام اللي انا بقوله، وبحاول يعني بتقول طرفه من الطرف يعني في خلال وهي في شغلها، فالناس ضحكت وفرحانه باللي هي بتقوله. فبكت قلت لها طب يعني ايه اللي يبكيكي؟ قالت لي عمره ما ضحك على كلمه قلتها، بل بالعكس كان بيسخر دايما مني ويهزق مني ويقلل مني وتعيط وتقول انا طلع كلامي حلو، طلع كلامي عادي ممكن يضحك الناس، طلع كلامي يفيد الناس، انا بعرف اتكلم، انا بعرف اما ابقى في مكان يبقى فيه حوار وبعرف ارد، انا لقيت نفسي بعرف كذا. انا في مجلس الاباء قبل الامر ده ما كنت اقول ده مجلس الاباء عشان بس الاولاد وهم يعني بقول فعلا افكار، فعشان كده يعني بيسمعوني ومتضررين لان انا ولية امر ولازم يسمعوني. لكن لما لقيت ان في اريحيه في كلامها وفي انطلاقه، ولقيت ان الناس شايفاها حد ذو قيمه وحد كذا، رجعت ثقتها في نفسها تاني. قعدت تبكي تبكي تبكي، قالت لي الان انا هطلب الانفصال. مش علشان هو صامت وانا معرفش عنه حاجه، لا، علشان هو كان بيهد فيا، هو كان مش شايفني وما زال، هو عمره ما قال لي ده، كان بيسخر حتى من الكلام اللي انا كنت بقوله.
وكان يعني كأنه بيستصغر الأمر دوت، وكأن الأمر ده بالنسبة له حاجة سيئة وحاجة مقززة، لدرجة إن أنا قلت لا يعني بلاش أزيد وأعمل في الأمور دي معاه. وبتبكي بتقول لي دي دموع الفرح، أنا فرحانة إن أنا اكتشفت نفسي وكذا. طبعا يعني أنا ما نصحتهاش بالطلاق، مع إن أنا قعدت أعيط معاها، قال لي عيط أقعد أعيط جنبه، لكن انا طلبت ان انا اكلمه، وانا بكلمه انا هصدمكم، انا هصدمكم برد فعل الزوج. طبعا كنت متخيله حد الايجو عنده عالي، شايف الناس كلها كتاكيت وانا الفرخه المنفوشه، شايف النساء او نظرته في النساء المراه دي ملهاش قيمه ومكانها كذا وملهاش كذا ورايها يسفه و ما لقيتش كده، ما لقيتش كده. وده اللي خلاني ابكي واطلع اقول لكم النموذج ده عشان نخلي بالنا. لقيت انه بيحبها جدا وانه بيقدرها جدا، بس ما بيعرفش يعبر. عارفين الدبه اللي قتلت صاحبها؟ هو الدبه اللي قتلت صاحبها، ومش عارف وانا مش عارف يوصل الحب. لا، وفي كارثه تانية، وبيقول لي ورايها صح، هي لما بتعمل حاجه انا ما بقولهاش لا، هي لما طلبت تدرس وتعمل قلت لهاش لا، انا عارف ان رايها صح، وعارف ان انا لو اتكلمت قدامها، وركزوا معايا، وان انا لو اتكلمت قدامها هي هتبقى هبان ان انا اصغر منها وان انا تفكيري اقل منها، فبضطر غلط غلط. انت عايز تبهر زوجتك، وعايز زوجتك تحبك، وعايز زوجتك تحطك فوق الدنيا، قدرها، باين لها ان هي ذات قيمه وان رايها راي يؤخذ به، زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ام حفصه، مع السيده حفصه، مع السيده ام سلمه قصدي. ويعني كان النبي مين ياخد راي امراه؟ النبي عليه الصلاه والسلام في امر امه كلها، وعمل براي زوجته. عايز تخلي زوجتك تحطك فوق راسها وتبقى يعني مقدراك التقدير الجد، قدرها وحسسها بقيمتها. ما هي فاهمه ايه ده؟ بيكرهني، بيسفه مني، ما هوش عايزني، بيقول عليا، ما بيضحكش على كلامي. وبكت لما سمعت ان كلامها بس حد ابتسم عليه من اولياء الامور او الشغل اللي هي فيه، وهو يقول لك ما اقدرش عشان ما اطلعش. مين اللي قال كده؟ بالعكس، ده الرجوله الحقيقيه ان هي تحس بالامان في حضنك، ان هي تحس بالتقدير في حضنك، ان يبقى مصدر التشجيع والتحفيز هو زوجها. شوفوا ايه عدم التعبير عن المشاعر وقلب المشاعر، كأن ده ضد الرجولة، بوظ الزواج. عشان ارجع لها ووجه لها اقول له ده انت دلوقتي هي طالبه طلاق وناهيه وسايبه البيت وكذا وخلاص، وانت هنا يا وصل لها الصوره دي. قلت له اسمح لي اوصل لها الامر ده، بس انا طالبه طلب ان انت، ما انا ما اقعدش اصلح وهو خرب الدنيا، بس خلي بالكم من القصه دي، ان انت تقولي الكلام اللي انت قلته لي ده وتعترف بيه، ويتبني عليه عمل ان هي لما ترجع تعاملها بواحد اتنين تلاته. قال لي حاضر. ده ما كانش متوقع خالص. ما رحت اكلمها قالت لي لا انت بتقولي لي كده علشان انا عارفاك انت ضد الطلاق وانا عارفاك ان انت اسلاميه. وقلت لها لا لا والله انا مش هخدعك والله، وانا اصدقك القول، انا مش هخدعك وكذا وكذا. ما هيش مصدقه. طب ده هو بيقول كده يمكن عشان ارجع وبعدين يذلك. قلت لها والله ابدا، هو مش بيعرف يعبر، مش بيعرف يقول، فبيطص الدنيا عشان ما يبانش بموقف ضعف او كذا. وانت موضع تهديد له؟ هي كانت موضع تهديد له بحصافتها وبحلمها وبذكائها وبحبها وحافظتها على البيت وكذا وكذا، وخدت بديل تطلع فيه طاقتها. والله 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 لو عرفنا، بس نعرفنا نقول ونعمل، احنا ممكن يعمل بحب، ما بتقولش بحبك، قول بحبك، قول انت ست الكل عندي، قول لي انت يا ام العيال يا اللي فوق راسي، قول ده انت كتر خيرك. اتعودوا يا جماعه، يا رجاله اتعود يا ابن الله يصلح حالك، المقبلين والشباب اتعود وتعلم واسمع من امك هاله وخالتك هاله، اسمع مني انا اكبر منك، اسمع خد الخبره. قول لها،
قول لها انا بحبك وانت وانت في عيني مقدره، وانت في عيني وانت في راسي كذا، وانت كتر خيرك، والموقف الفلاني الموقف الفلاني. قول ليه 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 ناخد منحه، ليه ناخد منحه؟ ما اقدرش اقول، اصل هينقص، مش هينقص منك، ده انت تكسبها وتبقى حطاك جوه عينيها وتقفل عليك برموشها كمان. لكن ان احنا ما نعرفش، احنا عندنا، او انا بقول دايما في كل حلقاتي ومحاضراتي، احنا عندنا مشكله في التعبير عن المشاعر. يعني ايه؟ خلينا معترفين بحاجه زي كده، احنا عندنا مشكله حقيقيه في التعبير عن المشاعر. المشكله في تعبيرنا عن المشاعر، لا بنعرف نقول بحبك، ولا بنعرف نقول احنا خايفين عليكي، ولا بنعرف نقول وحشتيني، ولا ما بنعرفش، وخصوصا في الامور اللي خاصه بالمشاعر والحب والعلاقات. الا اذا بقى قبل الجواز تبص تلاقيه عامل دونجوان، هو قبل الجواز ولا فتره الخطوبه، بعد الجواز ما تفهميش خياطه. لا اتكلم. لا انا اتكلم ليه يا ابن الحلال؟ اصلح حالك، ما بيتكلموش. لكن لو ما قال، طيب تعالوا ما اوصلكوا بقى الموقف اللي خلاني ابكي. وهي قاعده وهو بيقول الكلام، وانا بقول زوجك قال كذا، وكان رد فعله كذا، هو شاهد اهو، وابقى معاكي على الكلام واسمعي الكلام، وانا صادقه معاكي ما بكذبش، وهو قاعد بيسمع. قلت له قول. فقال لها هي صح اللي هي بتقول. قلت له لا، ما فيش حاجه اسمها هي صح اللي هي بتقول، انت قول وعبر بلسان خلاها تسمعك. فلما ابتدى يتكلم هي بقت سامعاه. والله انا بقول لولا بس الامر ده، انا عايزاك تصوري الفيديو ده وتخليه معاكي، وشوفي منظر شكل الزوجة وهي مسبهلة، مش مصدقة، مش مصدقة، وتعيط وتبكي وتعيط على قصة انه بيقول لها كلام وبيمدحها وانت كذا، وانا عارف ورأيك سليم وفي المواقف، وانا بسيب لك الامور وكذا. مش معنى بتكلم، لا بالعكس، ما السكوت معنى الرضا. السكوت معنى الرضا يا ابني للبنات مش للزوج. السكوت ماشي على، لكن انت مطالب ان انت تعبر عن اللي جواك، وحقك عليا، وانا ان شاء الله الدكتوره فهمتني مش عارفه ايه وكذا. وقام يبص راسها وايديها، بكت، قامت توطت عليه تبص ايده هي كمان. هي مساكين مساكين كانوا قدامي حاجه مسكينه تماما. لما هم يبقوا مع بعض الدنيا بتعمل بكم، ويعني مش عايزه اقول لكم كانت الدنيا ازاي، وده يطبطب عليها وده كده. حطينا طبعا اسس واتفاقات، يعني نتابع على الاقل كل 6 اسابيع، يتعمل في كل اسبوع حاجه، ونرجع ندم ونحط حاجات تانية وهكذا. انا بكيت لان كان ممكن بيتي يتهد، وده بيحب ده وده بيحب، بس مش قايلين لبعض، بس مش معبرين عن بعض، وزوجه فاهمه غلط وهو سابها انها تفهم. او لو كان استجاب لكلام الاهل والسواد اللي بيحصل كانت هتبقى كارثه. طبعا حاجه صراحه اثرت فيا، وفرحت انهم اتصالحوا، وفرحت باكتر، مش انهم اتصالحوا والبيت رجع، انا فرحت اكتر ان هم شافوا بعض لاول مره، عشان خاطر البيت والاولاد بس، لا وعشان مشاعرهم. الست ما بتبقاش حابه تهدم بيت يا جماعه ابدا، والزوجة يعني لآخر لحظة. وعشان كده صدق حديث النبي، وكسرها طلاقها، ما بتبقاش عايزة تهدم بيت، ولا بتبقى عايزة تهدم تقول لك بيتي، طب اعمل، طب ارجع، طب كذا. لكن نحاول بس ان احنا نطلع مشاعرنا صح، وان احنا نفهم صح، وانك انت تعبر عن مشاعرك، قول بحبك، قول وحشتيني، قول تسلم ايدك، وانت قولي له كتر خيرك، دخلتك نورت علينا البيت، انت كذا انت كذا. نقول وما نتكسفش، نقول هلا اعلمته. انت جاي تقول لي انا بحب، اللي بيحب حد يروح يقول له، اللي له حبيب يروح يقول له بحبك. يروح يقول، بس يكون حبيب شرعي، يكون زوج، يعني اب اخ عم كده، زوج. والزوج اولى انه يبقى يعني يعرف مشاعر زوجته، وان هي تعرف، وهي تسمع، وهو يسمع، وهي كمان تسمع.